أيضا المعدات المستخدمة في الروبوت هي معظمها من البدائل الأخرى التي نوفرها من أجهزة وقطع غيار كالسيارات وغير ذلك، ولكن بفضل الله عز وجل استمرنا في التحدي إلى أن أنجزنا هذا الروبوت، وهو صناعة محلية وطنية خالصة. بدأنا بروبوتات صغيرة طلابية بسيطة، ثم تطور الأمر إلى أن وصلنا إلى هذا الروبوت المتطور الذي فيه عدد من الزوايا والمهام كالمجرفة الأمامية وخرطوم الإطفاء النوعيه، المياه وبودرة الإطفاء، أيضا الذراع الآلي الذي يتم التحكم به عن بعد والذي يحمل أوزان ثقيلة للتعامل مع الأجسام المشبوهة. تكلفة الروبوت حوالي من 8000 إلى 10000 دولار. طبعا هي تكلفة متواضعة مقارنة بروبوتات لو بحثت عن النت ستجد أنها تكلف في الدول المتقدمة مئات آلاف الدولارات، ولكن نحن تحدينا المستحيل وصنعنا هذا الروبوت بإمكانيات ومقدرات متواضعة. المعوقات التي واجهتنا في تنفيذ الروبوت هي كالكثير من المعوقات الأخرى التي نعاني منها في قطاع غزة بسبب الحصار الجائر على قطاع غزة، وضعف ونقص في توفر المواد والإمكانيات والمقدرات وضعف التمويل،